لو انت عايز الناس تحبك فانت لازم تتفرج على الفيديو ده. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازاي تخلي الناس تحبك؟ في البداية بس كده الاول، هل احنا اصلا عايزين الناس تحبنا؟ يعني هل احنا بنتصرف تصرفات وبنلبس لبس معين وبنعمل حاجة معينة عشان نرضي الناس ونخلي الناس اصلا تحبنا، ولا الموضوع فاكس واللي يحبني يحبني ولا ما يحبنيش براحته؟ فنمسك بس الحتة دي الاول ونشرحها، بعد كده ندخل في موضوع الفيديو على طول. في البداية بس كده، لما جيت سألت الناس عندي على السوشيال ميديا قلت لهم هل انتوا بتفكروا تعملوا ايه عشان الناس تحبكم، وهل اصلا ده في دماغكم اصلا ولا لا؟ كان الرد من الاغلبيه ان لا، احنا مالناش دعوه بكلام الناس، انا اعمل اللي انا عايزه، البس اللبس اللي انا عايزه، اتصرف بالطريقه اللي انا عايزها، وكلام الناس طز من الاخر. وفي ناس تانية ربطت العادات والتقاليد بالناس، يعني ما ينفعش نعمل مثلا حاجه معينه، احنا المجتمع الشرقي عاداتنا وتقاليدنا ما تسمحش بحاجه زي كده ونعملها عشان الناس هتتكلم عليها. وبصراحه الاجابتين دول كانوا غلط خالص. حكاية اللي انت مالكش دعوه بكلام الناس وبتلبس اللي انت عايزه وبتتصرف التصرف اللي انت عايزه ومالكش دعوه بكلام الناس خالص وتوز فيهم والكلام ده، لو انت فكرت بس في اقل حاجه بتحصل في اليوم هتلاقي نفسك ان انت بتتبع كلام الناس. يعني مثلا مثال صغير جدا، مامتك او اي حد من عيلتك يقولك انجح زي فلان عشان تبقى زيه، مش انجح عشان انت تبقى ناجح، لا انجح زي فلان عشان انت تبقى زيه. المثال طبعا بتاع المصريين كلها ابن عمتك او ابن خالتك، شوف اعمل اللي انت انجح والكلام ده عشان ابن خالتك مش عارف جاب 150% والكلام ده. طبعا يعني امشي بقى كده على الحياه في كل حاجه بقى، اذا كان لبس اذا كان كل حاجه، انا هلبس بطريقه معينه عشان الناس تقول عليا انت شيك، انا هلبس مش عارف ايه عشان الناس تقول عليا كذا، انا هتصرف بالتصرف كذا عشان الناس تقول عليا كذا. الكلام اصلا او السؤال اللي انا سالته على السوشيال ميديا والرد بتاعه كان كله غلط اصلا. يعني لو انت كنت فكرت بس شويه هتلاقي ان اليوم كله ماشي عن طريق الناس مش عن طريقك انت. بس مش معنى كده ان انت مثلا بتحب تشرب الخمره ولا عياذ بالله يعني تنزل بقى تشرب خمره في الشارع وتخلي بقى الناس تشرب خمره وبراحتي بقى واعمل اللي انا عايزه والكلام ده، برضو ده غلط. فالمفروض الصح اننا نعمل ميكس ما بين الدين ما بين ان انا اعمل حاجه اللي انا عايزها. طب ازاي بقى؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم معناه بيقول ان لو ربنا حب حد بينادي لجبريل بيقول له يا جبريل اني احب فلان، ففلان ينادي على اهل السماء وعلى اهل الارض ويقول لهم ان الله يحب فلان فاحبوه، فيوضع له القبول في الارض، تلاقي الناس كلها بتحبك. ما صادفش كده عندنا ان في مثلا شخص معين في حياتنا تلاقي مثلا الناس كلها بتحبه من اول قعده، تيجي مثلا تقعد كده مثلا معاه اول قعده بس تقول لك الواد ده جدع جدا، انا بحبه جدا، بحب اقعد معاه جدا، مع انه ما بيعملش حاجه، ما بيعملش اي حاجه خالص اصلا، ممكن يكون عادي جدا مش بيعمل حاجه الواو يعني الكلام ده. المثل ده او الحديث ده مرتبط طبعا بالمثل ده، الحديث ده لو انت عايز تخلي الناس تحبك راضي ربنا الاول واعمل اللي عليك الاول وخلي ربنا يحبك الاول وهتلاقي الناس كلها بتحبك مره واحده. لو انت مشيت عكس كده وعملت حاجه تغضب ربنا عشان الناس تعجب بيك او عشان الناس تحبك هتلاقي النتيجه كارثيه، هتلاقي النتيجه عكس خالص اصلا، هتلاقي اللي انت كنت بترديه ده علشان ربنا ترديه على ربنا هتلاقيه كرهك مره واحده. يعني موضوع سهل جدا والمعادله بسيطه جدا. فما يبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا مدينك المفتاح انك تخلي الناس كلها تحبك وانت مش بتستخدمه، مديك السلاح بتاعك وانت حاطه في البيت وماشي في الشارع وتقول هو ليه الناس مش بتحبني؟ ما انت سايب اصلا المفتاح في البيت، ما تستخدم الكارت اللي معاك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تستخدم المفتاح ده عشان تخلي الناس كلها تحبك، ولو الناس كلها حبتك هتستفاد جامد جدا في حياتك، هتلاقي اللي يقف جنبك، هتلاقي اللي يساعدك في الشغل، هتلاقي لما تكون انت مثلا عايز حاجه معينه في الحياه مثلا او مزنوق مثلا في حاجه معينه هتلاقي ناس كتير جدا واقفه جنبك. محدش هيقف جنبك قصاد ربنا، يعني ما تقفش قدام حد عشان ترضيه قصاد ربنا، هتخسر كل حاجه. لو وقفت بس مع ربنا وخليت بس ربنا يحبك هتلاقي الناس كلها واقفه جنبك والناس كلها بتحبك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، الفيديو النهارده قصير معلش بس ان شاء الله هيكون فاتكم يعني، وبس كده دوس يا كوتش، سلام عليكم.